تحية لكم مشاهدينا الكرام، ملتقانا معكم يتجدد مع مجموعة من المحاور والأحداث والأخبار الرياضية المنوعة التي ستأتيكم ضمن فقرات صدى الرياضة لهذا اليوم. ستكون معنا أيضا لقاءات وحوارات مختلفة، سنكمل مشوارنا بالتواجد مع الأندية العراقية والفعاليات الرياضية الجماعية منها والفردية. محورنا المخصص لهذا اليوم سيكون مع عدد من الرياضيين وأعضاء الاتحاد ضمن لعبة القوس والسهم، ولدينا أيضا وقفة مع منتخبنا الأولمبي وخروجه من نهائيات آسيا تحت 23 عاما. مشاهدينا، بعد الفاصل انطلاقتنا الأولى مع فقرات البرنامج لهذا اليوم، لا تذهبوا بعيدا، خليكم ويانا. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وانطلاقتنا الأولى مع مجموعة من الأخبار المحلية المختلفة، ونبدأها من منتخبنا الكروي. طالب اتحاد الكرة العراقي نظيره القطري بمواجهة المنتخب العراقي وديا ضمن أيام الفيفا، وقد تم مخاطبة الاتحاد القطري من أجل استحصال موافقة الفيفا على خوض لقاء ودي بين المنتخبين، ومن المفترض أن تكون المباراة بتاريخ 5 شباط المقبل على ملعب الشعب الدولي. في السياق نفسه، أفاد مصدر مطلع بأن الاتحاد اللبناني لكرة القدم أبدى رغبته في خوض مباراة ودية مع منتخب العراق، وأضاف أن هناك رغبة بمواجهة العراق بشكل ودي سواء في بغداد أو البصرة أو كربلاء، وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة، مبينا أن اللقاء يأتي من أجل التعاون الرياضي بين البلدين والمساهمة في عملية رفع الحظر عن الملاعب العراقية. أيضا مشاهدينا الكرام، عند حكام يعني كرة السلة تلقى لدينا أيضا الحكم الدولي العراقي أحمد علي ياسين الدعوة لثلاث مهام تحكيمية دولية بكرة السلة، الأولى من سلطنة عمان لإدارة منافسات بطولة الخليج تحت 18 عاما للفترة من 5 وحتى 10 شباط المقبل. وأضاف ياسين إن الاتحاد الآسيوي أسند له إدارة مباريات بطولة غرب آسيا للشباب التي ستقام في الأردن، والبطولة الثالثة هي تصفيات منطقة الخليج المؤهلة لكأس آسيا 2020-2021 والمقررة إقامتها في الصين، مؤكدا أن تصفيات منطقة الخليج ستكون في البحرين المنامة. معنا أيضا مشاهدينا الكرام خبرا عن انتقالات اللاعبين العراقيين إلى الملاعب العربية، حيث اقترب لاعب والمنتخب العراقي أمجد عطوان من الانتقال إلى نادي الإخريطيات القطري. وقال مصدر مقرب من اللاعب أن جميع إجراءات الانتقال تم الاتفاق عليها بين النادي القطري ومدير أعمال عطوان. وأشار المصدر لأن اللاعب عطوان لاعب الارتكاز حصل على بطاقته الدولية من فريقه النجف الذي يعيش فترة حرجة حاليا بسبب أزمة مالية، بالتأكيد تسببت في رحيل عدد من اللاعبين. يذكر أن أمجد عطوان قد لعب من قبل في صفوف نفط الوسط والشرطة والنجف، كما مثل المنتخب الأولمبي وكذلك الأول. مشاهدين الكرام، متواصلين معكم وفقرات صدى الرياضة، لا نزال مع الأخبار المحلية أيضا، وتحديدا في ملاعب الكرة العراقية. قدم مدرب النجف ناظم شاكر استقالته من تدريب الفريق، معتذرا لإدارة النادي عن عدم قدرته على الاستمرار بالمهمة بعد أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود. وأشار شاكر إلى أن اللاعبين أصابهم الملل من طول فترة الانتظار من أجل أن تستقيم الأوضاع المالية وتعود كما كانت في المواسم الماضية والموسم الماضي تحديدا، وأن يتسلموا اللاعبين على أقل تقدير جزء من مستحقاتهم المالية، لكن المشاكل الموجودة مع الجهة الراعية طال زمنها.
وبالتالي بات من الصعب علينا أن نجمع 11 لاعبا لخوض المباريات، خاصة في ظل التحاق عدد من لاعبينا في الفترة الأخيرة مع المنتخب الأولمبي، وأن اللاعبين الشباب الذين استقطبناهم مؤخرا عزفوا عن الحضور إلى التدريبات، ما جعل موضوع الاستمرار بالمهمة مستحيلا. يعني بالتأكيد أخبار يعني لا نرغب أن نسمع ولا نرغب حتى أن نرى نادي كبير مثل النجف يحصل فيه هكذا مشاكل. يعني معقولة يعني مجلس محافظة النجف ما عندكم أي دور في حل هذه القضية؟ يعني متى تهتم المحافظة على أقل تقدير بعقد جلسة خاصة لطرح وحل هذا الإشكال المالي؟ يعني هي تعتبر من مهام المحافظة، المحافظ، المؤسسات المعنية بالمحافظة. أين التضحيات؟ أين الإيرادات الخاصة بالمحافظة؟ يعني معقولة كلها تصرف على المحافظة؟ الكل يعلم يعني محافظة النجف الأشرف تعتبر من المحافظات المكتفية ذاتيا، يعني مطار، مراقد شريفة، والقطاع السياحي شغال والحمد لله، يعني من بوابة المعالم الدينية والأثرية حتى على الصعيدين يعني الداخلي والخارجي. يعني ما أعرف ماذا أقول، ولكن يعني أين الوجهاء الميسورين من أبناء المحافظة؟ يعني مو هذا ناديكم الذي كان يصول ويجول في السابق وأصبح يوما ما، يعني وأنا أشهد تلك الفترة، أصبح من الفرق المشهورة والعنيدة للفرق الجماهيرية البغدادية، وأيضا كان لنادي النجف دور فعال في إظهار خامات وطاقات فذة ساهمت وخدمت الكرة العراقية لسنوات طويلة. يعني نذكر ونذكر القائمة بالتأكيد يعني تطول. للأسف لا توجد جهة تساهم، لا توجد جهة تساعد هذا النادي المهم في حل هذه الأزمة المالية. استقالة يعني مدرب الفريق ناظم شاكر، إضراب اللاعبين عن خوض التدريبات والمباريات في الدوري، تأجيل مباريات، احتمال كبير يصعب على النادي الاستمرار بالدوري. يعني كل هذا محرك ساكن عند البعض للأسف. يبدو أننا سنبقى مع نادي النجف، إذ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أن نادي النجف اعتذر يوم الأحد الماضي عن خوض مباراته المقبلة أمام نادي الحسين المقرر إقامتها الاثنين المصادف 22 من هذا الشهر ضمن الجولة 10 من الدوري الممتاز، وذلك بسبب الضائقة المالية. وقال رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد علي جبار إن نادي النجف قد ينسحب بشكل نهائي من الدوري الممتاز نظرا للأزمة المالية التي يعاني منها. مشاهدينا، يعني لدينا خبر عن ناظم شاكر، سنعود إلى ناظم شاكر. أفاد مصدر مقرب من إدارة نادي الميناء بكرة القدم بأن المدرب ناظم شاكر هو الأقرب لتدريب الفريق، وقال المصدر إن اللجوء إلى شاكر جاء بعد النتائج المميزة التي حققها مع نادي النجف في المباريات التي قادها قبل أن يترك تدريب الفريق بسبب الأزمة المالية. يذكر أن نادي الميناء قد أقال مدربه السوري فجر إبراهيم بسبب سوء النتائج. متواصلين معكم مع فقرات صدى الرياضة، دعونا الآن نتوقف قليلا مع فاصل، نواصل بعده فقرة صدى الرياضة لهذا اليوم. لا تذهبوا بعيدا، خليكم ويانا. مشاهدينا، الآن مع مجموعة من الأخبار الرياضية المنوعة والسريعة نتعرف عليها في الوقفة التالية من خلال فقرة دقيقة ونص، خليكم ويانا.
قررت إدارة نادي الطلبة بالتشاور مع الجهاز الفني الجديد بقيادة عصام حمد إعادة لاعب المنتخب الوطني السابق مصطفى كريم إلى الفريق مرة أخرى. يذكر أن المشكلة في عودة اللاعب كانت تكمن بقضية وجود المدرب الروماني تيتا الذي رفض عودته للأنيق. نادال يحسم تأهله بصعوبة إلى ربع النهائي ويضمن الصدارة بعد أستراليا، حيث كان بحاجة للوصول إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس كي يضمن الحفاظ على التصنيف الأول عالميا بغض النظر عن نتائجه المقبلة أو نتيجة فيدرر. والمهاجم هاري كين لن يخرج من توتنهام هذا الصيف، حيث رفضت إدارة توتنهام انتقال نجم الفريق إلى النادي الإسباني حتى لو وصل المبلغ إلى عرض خيالي. يذكر أن كين توج هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز في موسميه الأخيرين، كما يتربع حاليا على عرش هدافي المسابقة برصيد 21 هدفا. لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشرطة بكرة السلة محمد صلاح يتعرض إلى إصابة بليغة في ساقه، وجاءت الإصابة خلال مباراة قمة الدوري العراقي بين الشرطة والكهرباء التي ضيفتها قاعة نادي الكرخ ضمن الدور السادس للمرحلة الثانية من الدوري الممتاز. ونتيجة لهذه الإصابة قرر الحكم تأجيل المباراة بعد أن اتفقت إدارتا الناديين لأسباب إنسانية. وبعد انتهاء مباريات المرحلة الأولى من الدوري العراقي لكرة اليد للموسم الحالي، فريق الشرطة يحسم الصدارة لصالحه بواقع 24 نقطة، فيما يتبعه الجيش ثانيا ب 17 نقطة. ورغم الضائقة المالية النجف يحتل المركز الثالث برصيد 16 نقطة، في حين جاء الكرخ بالمركز الرابع برصيد 16 نقطة أيضا. مشاهدينا، سنكمل مشوار صدى الرياضة بالتواجد مع الأندية العراقية والفعاليات الرياضية الجماعية والفردية. محورنا الآن والمخصص لهذا اليوم سيكون من اتحاد القوس والسهم. هذه اللعبة التي يعني بدأت تحتل مكانا متقدما جدا خارجيا على جميع الأصعدة، بالتالي من الضروري أن نسلط الضوء على كل ما يشمل هذه اللعبة في الآونة الأخيرة، يعني من اهتمام ودعم أو إهمال ومعوقات، فضلا عن إذا ما رافقت هذه اللعبة جوانب إيجابية أو سلبية في المستوى الفني والنتائج. بالتأكيد مشاهدينا الكرام، تواجدنا مع أهل الشأن من هذه أهل الشأن في هذه اللعبة، تواجدنا على مرحلتين، المرحلة الأولى مع عدد من الرياضيين والمدربين، والأخرى ستكون في حوار شامل مع الأستاذ محمد علي فياض نائب رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم والمشرف على المنتخبات الوطنية وعضو القوانين والأنظمة في الاتحاد الآسيوي الذي ينضم معنا من العاصمة الحبيبة بغداد. بدأ نرحب بك أستاذ محمد في صدى الرياضة، نستغل وجودك معنا لنبدأ سريعا مع المشاركات الأخيرة لاتحادكم. أولا نرغب أن تعطينا فكرة عن آخر المشاركات على الأصعدة كافة، كيف كان مستوى لاعبين فنيا، هل نلتمس تطورا تقدما من مشاركة إلى أخرى، هل أظهرت هذه اللعبة طاقات عراقية واعدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة اتحاد القوس والسهم من الاتحادات اللي جدية بالعمل، والله سبحانه وتعالى وفقنا بالسنوات الأخيرة بعد أن وضعنا نظام للمشاركات يعتمد على تحقيق النتائج والإنجاز العالي. بدأت مسيرتنا مع النتائج في عام 2013، شاركنا فريق الكومباوند والريكيرف وفي عدة بطولات، بدأت في بطولة العالم في أنطاليا 2013، تمكننا في حينه لأول مرة أنه نكون في دور الثمانية بواسطة لاعبتنا فاطمة. في نفس السنة كانت أيضا هناك بطولة دولية في نفس المدينة أنطاليا، استطاع فريقنا الكومباوند للرجال من خطف الميدالية الفضية في حينه بعد أن فاز على الفريق الهولندي. في عام 2014 أيضا شاركنا في كأس العالم في أنطاليا، وكانت بوادر النتائج الأولى هي حصول اللاعبة البطلة فاطمة سعد على الميدالية الفضية.
حقيقة قبل هذه المؤشرات يعني شاركت فاطمة في بطولة العالم للشباب في الصين يعني قبل تقريبا شهر من مشاركة كأس العالم، واستطاعت من الوصول إلى دور الثمانية وسط إعجاب وتمجيد من قبل الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي، كون أنه بطلة من العراق في ظل هذه الظروف الراهنة اللي يعيشها البلد أن تظهر بطلة في هذا البلد في مثل هذه الظروف. في نفس الشهر يعني كانت هناك بطولة أوروبا المفتوحة أيضا شاركنا بها، واستطاعت أيضا فاطمة من الحصول على الميدالية الذهبية عفوا الفضية. بعد ذلك شاركنا في البطولة العربية بالمغرب 2015، أيضا كان فريقنا مميز جدا بالفريق الريكيرف، حصلنا على الميدالية الذهبية بالفردي والفضية بالفرقي، وأيضا استطاعت فاطمة الحصول على ميداليتين ذهبية بالفريق الميكس والفردي. في عام 2015 شاركت فاطمة في بطولة العالم للشباب في مدينة يانكتون بالولايات المتحدة في ولاية ساوث داكوتا، أيضا بتوفيق من رب العالمين استطاعت الحصول على الميدالية الذهبية بعد أن تغلبت على أربع بطلات عالم في حينه، البطلة البريطانية والبطلة الألمانية وبطلة الولايات المتحدة، وفي النهاية تفوقت على بطلة هولندا واستطاعت أن تحرز الذهبية وسط أعجاب. أيضا كان الاتحاد الدولي يعني معجب جدا بهذه النتائج وأشاد بفاطمة، وأيضا كان الإعلام الأمريكي والإعلام الاتحاد الدولي من كان سواء كان مرئي أو مكتوب أيضا قال إنه هذه اللاعبة تملك موهبة حقيقية ويجب رعايتها. جميل جدا أستاذ محمد، يعني سنتوقف مع بعض اللحظات لبطلتنا فاطمة سعد في مشاركاتها الأخيرة، خلي نتابع. Match and today she will take on Iraq's Fatima Almashadani. Compound, they have top matches since several World Cups already showing up in the World Championships. Really good matches so far. It's even if whether the archers are shooting good or bad, it seems like the competitor next to him have kind of done the same. So we've had good matches. Now you will see for the first time that windsock is slightly pushing away from us. Oh, I think she got it. It's closer. No matter if it's 9 or 10, it's clear that Fatima did it closer to the center. So she got the gold. The Iraq archer got the gold. Yep. This is very good news for Iraq, of course. Yeah, congratulations everybody back there. طيب أستاذ محمد أهلا بك من جديد، بعد كلامك الذي يعني يثلج الصدور عن بطلتنا فاطمة وهذه الإمكانات الفنية الرفيعة، يعني هل وضعتم منهاجا خاصا لهذه اللاعبة، برنامجا لرعاية هذه الموهبة والاهتمام بإمكاناتها المميزة، أو إيجاد سبل لتطوير مستواها الفني؟ من ذلك الحين وضعنا في حسبان أيضا اللجنة الأولمبية اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية مشكورة، أيضا وضعت برنامج وخصصت مبالغ مالية ممتازة جدا لرعاية فاطمة، وإحنا سائرين على هذا البرنامج من ذلك الحين إلى الآن. آخر مشاركة لها في بطولة آسيا للصالات في هونغ كونغ، وبفضل رب العالمين استطاعت أن تحرز الذهبية. فيما يخص هذه السنة أيضا إحنا مستمرين ببرنامج خاص لفاطمة وأيضا باللاعبين المنتخب الآخرين، لكن أنه فاطمة بطلة أكيد أنه نوضع لها برنامج خاص. في شهر شباط إن شاء الله راح تشارك باسم مركز فاطمة، بالمناسبة الاتحاد كرم هذه اللاعبة وسمينا مركز التدريبي باسم فاطمة، هذه البطلة التي نقلت القوس السهم العراقي إلى محطات التتويج العالمية والآسيوية. راح نشارك في بطولة دورة العاب العربية للسيدات في الشارقة باسم مركز فاطمة، وتمثلنا فيه البطلة فاطمة إضافة إلى عدد من اللاعبين الآخرين، فريق النساء كومباوند اللاعبة رقية واللاعبة نبراس راح يكونون فريق مع فاطمة،
وفريق الرجال عفوا فريق السيدات القوس الريكيرف او المحدب، اللاعب البطلة رند سعد والبطلة غزوة والبطلة فرح على راح ايضا يكون الفريق، ونتامل خير ان شاء الله، يعني راح يكون باذن الله حصاد جيد من الذهبيات ان شاء الله والميداليات المتنوعة. ضمن برنامج فاطمة ايضا ان شاء الله بطولة العالم للصالات بالولايات المتحدة، ايضا احنا كملنا كل الاجراءات وننتظر ان شاء الله تفرج الامور المالية من قبل وزارة المالية وانه توضح الصورة المالية في اللجنة الاولمبية. يعني جميل جدا كل هذا الكلام وهذه وهذا الثناء عن البطلة فاطمة، بالتأكيد نبارك للبطلة فاطمة تسمية المركز الخاص باللعبة على اسمها. الآن اسمح لنا أستاذ محمد أن نتوقف قليلا مع البطلة فاطمة سعد من خلال حوار سريع أجريناه سابقا هاتفيا، نستمع لها ثم نكمل الحوار، خليكم ويانا. أستاذ، هذا السؤال يحتمل إجابتين، الأولى أنه فعلا كانت رغبة مني خصوصا في فئة الكمباوند، أني اقترحت هذا الشيء على والدتي وعادتها أنه أحقق إنجاز بهذه اللعبة بإذن الله سبحانه وتعالى. والثانية أنه أكيد تأثير العائلة له دور كبير لدخولي في هذه اللعبة، كوني نشأت في عائلة رياضية صاحبة إنجازات من قبل أختي رن سعد واللي كانت هي مثل الأعلى. أستاذ، أكيد حضرتك تعرف أنه بهذه الظروف اللي احنا دنمر بيها أو البلد اللي دنمر بيه، أكيد الاتحاد ما يقدر يلبي كل احتياجات اللاعبين، لكن كاتحاد قوس وسهم أثبت بفضل الله سبحانه وتعالى أنه أفضل اتحاد خلال هذه السنين من ناحية الإنجاز والعمل ككادر واحد. أشكر كل من وقف بجانبي وساندني طبعا، وبعد رب العالمين الفضل كله من عنده سبحانه وتعالى، ومن ثم أشكر عائلتي والاتحاد وقناة الرافدين اللي أتاحت إلي هذه الفرصة للظهور على قناتها، وأشكر حضرتك أستاذ بلال، شكرا جزيلا. أهلا بك من جديد. يعني رغم هذه المشاركات أستاذ محمد والإنجازات الفردية كما تفضلت قبل قليل في حديثك عن القوس والسهم والوصول يعني والظهور بهذه اللعبة بصورة مشرفة إلى المحافل العالمية، سؤالي هل يلاقي اتحاد القوس والسهم دعما ماديا واهتماما من قبل المسؤولين والمعنيين، أم تجد أن هنالك قصور في بعض الأمور المهمة لتسيير هذه اللعبة؟ هل أنتم راضين عن قيود عن قوانين الصرف في ظل هذا الانفتاح وهذا التطور للعبة والرياضة بشكل عام، والذي طبعا بالتأكيد يشهده هذا العصر من انفتاح وتقدم وتطور كبير؟ لا يخفى على الجميع يعني الظرف اللي يمر به البلد بشكل عام والرياضة بشكل خاص، يعني يعاني أكيد البلد من قصور في الناحية المادية أو السيولة المادية، أيضا اللجنة الأولمبية واجهت مشاكل إدارية وفنية خصوصا هاي الفترة الأخيرة أثرت على الرياضة بشكل مباشر، يعني كون أنه أغلب الاتحادات عندها برامج يعني دولية وقارية وعربية ومحلية أثرت نوعا ما. للتاريخ أقول أنه اللجنة الأولمبية يعني إحنا كاتحاد القوس والسهم أنصفتنا، يعني نعامل كأبطال أسوأ بالاتحادات اللي صاحبة الإنجاز مثل كرة القدم مثل الأثقال مثل التجديف، يعني هاي الرياضات اللي عندها إنجازات، يعني خلينا نقول في مستوى هذه الظروف راضين عن ما تقدم الأولمبية، لكن أكيد نطمح للأفضل لأن إنه في نهاية هذه السنة والسنة القادمة راح يبدي البطولات المؤهلة لأولمبيات اليابان 2020. ايضا نواجه مشكله كما الاولمبيه تواجه مشكله قيود الصرف، يعني الاولمبيه ايضا تعرف انه مؤسسه خاضعه للرقابه الماليه خاضعه للنزاهه خاضعه للشفافيه، يعني ومنظمات الشفافيه
القوانين الصرف بحاجة إلى التطوير حتى نتمكن من تنفيذ برامجنا المستقبلية. يجب أن تكون هناك ثورة على القوانين اللي أصبحت قديمة نوعا ما، يعني لا تتلائم مع العصر، لا تتلائم مع طموحات الاتحادات الرياضية. يعني مثلا أنا إذا عندي برنامج تأهيل للأولمبياد هذا يأخذ وقت سنوات، يعني ما ممكن أنه أنا أصرف على 2016 وفق القوانين السائرة. اللي نرجوه من اللجنة الأولمبية أن تسعى جاهدة مع الحكومة العراقية أنه تفتح منافذ للصرف أخرى. ما أتحدث عن القوس السهم ولا عن الرياضيين، يعني ما نبخس حق الاتحادات الأخرى. في كل الاتحادات الأولمبية عندنا أبطال ومشاريع أبطال، لكن إذا تهيئت الظروف المناسبة والصرف المناسب والأمور الفنية الأخرى أكيد راح يكونون أبطال. أيضا لنا وقفة، يعني اسمح لنا أن نتوقف قليلا مع أبطال اللعبة من النساء والرجال لنتعرف أيضا من خلالهم على استعداداتهم وعلى معاناتهم إن وجدت، يعني بالتأكيد. نتابع سادة محمد هذه اللقاءات ثم نعود لنكمل الحوار، خليك ويانا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا بدينا معسكر تدريبي لان على استعداد للبطوله الانديه سيدات الشارقه اللي تقام في الشارقه في الاول من فبراير، فان شاء الله نامل نحقق هناك ميداليات للعراق، وهي هاي البطوله الوحيده او الاول بطوله اللي احنا نستعد لها هسه. وبعدها بشهر ايضا عندنا بطوله العربيه ايضا للقاعات الداخليه، يعني الاندور مسافه 18 متر، فهي هاي البطولتين اقرب بطولتين عندنا احنا اذا نستعد عليها. صراحه حيل صعب الموضوع لان احنا هنا الجو اصلا يعني اكو هواء، وهاي اللعبه تارجتها مثل ما تشوف الهدف مالتها صغير، فالهواء القليل ياثر عليها. هذا هي حطوها بقاعات مغلقه وجدا تاثر بين يعني التمرين يعني بالخارج عن التمرين بالقاعات يعني داخليه، بس يعني هذا المتوفر حاليا، فاحنا يعني ما عندنا حل ثاني. والله هي بصوره عامه يعني التجهيزات، لان احنا يعني اللعبه مالتنا استهلاكيه، فيعني الاسهم او القوس يعني خاصه بهوايه اشياء يعني تستهلك يعني هوايه بغراض حتى لو بسيطه، هذه الاشياء البسيطه مهمه، فاحنا يعني نفتقر للتجهيزات اول شيء. وهسه يعني هاي موضوع القاعة الداخلية، احنا يعني ما عندنا قاعة داخلية هسه نتمرن بها يعني حتى نستعد للبطولة، لان مثل ما قلت لك يعني الاختلاف جذري. احنا الان متواجدين بمقر القوس والسهم في الاتحاد العراقي قوس والسهم، عندنا مشاركة البطولة العربية بالامارات، مستعدين على تدريب 5 أيام بالاسبوع، وان شاء الله نحقق المراكز الاولى ان شاء الله. المشاكل اول شيء توقف الصرف من اللجنه الاولمبيه واثر علينا كثير، يعني تعرف انت لاعبين احتياجاتنا وحتى الروح والجيه تاثر علينا، ومعدات يعني نحتاج معداتنا مكلفه، فمأثر علينا بشكل كبير هذا الموضوع. يعني بالتاكيد التمرين الكل يعني جزء لا يتجزأ من أي فعالية رياضية، وجزء مهم للوصول والمشاركة وتحقيق الإنجاز. التمرين يجب أن يكون يعني في أماكن مخصصة. للأسف شاهدنا يعني قبل قليل أماكن خارجية، وبعض البطولات هي في قاعات داخلية. الخارجية في هواء، في سير رياح، بالتأكيد يعني هناك اختلافات بالتكنيك يعني في هذه الفعالية. عموما سادة محمد، يعني هذا الحوار لابد أن أسأل يعني لكي يعلم وتتضح الصورة للمسؤولين المعنيين وكذلك للمتابع والمشاهد أيضا بخصوص هذه اللعبة. أين موقعنا عربيا وآسيويا وحتى دوليا؟ هل نحن نعتبر من بين المشاركين الطموحين فقط، أم من بين المنافسين الذين لهم شأن
بصراحة أنا أيضا أتمنى أن أتعرف على مشاريعكم للمراحل المقبلة أيضا. حقيقة لا يخفى عن المتابعين للقوس والسهم أن المتسيد اللعبة هي قارة آسيا على المستوى العالمي وعلى الأكيد القاري. يعني أبطال العالم الأربعة الأوائل كوريين يعني في كل بطولة، هذا شيء معروف للمتابعين. عربيا نحن في الصدارة يعني نوعا ما، يعني منافسنا تقريبا الوحيد مصر الشقيقة، يعني دائما هم المنافسين لنا. خلينا نقول في المقدمة احنا عربيا. آسيويا بالسنوات الأخيرة اللي خلينا نقول من 2012 أو من 2011 انتقلنا من مصاف المشارك إلى مصاف المنافس، لكن حتى نوصل إلى المزيد من الميداليات نحتاج إلى مزيد من الإمكانات المادية، مزيد من المعدات. حقيقة نواجه مشكلة فنية هي المعدات، لأن ثمنها نوعا ما غالي شوية. هذا حاليا مستوانا على آسيا فوق الوسط. مشاريعنا للأربع سنوات القادمة أنه نعتلي منصات التتويج الآسيوية. على المستوى الدولي لازلنا في الوسط، يعني لأن الأمور تحتاج إلى مشاركات كثيرة، تحتاج إلى معسكرات تدريب، نحتاج إلى مدربين أجانب. يعني حقيقة أنه مدربين المحليين بذلوا ما في وسعهم من جهود هذا، لكن العالم الآن يتطور بسرعة فائقة جداً. حتى الدول المتقدمة يعني مثل اليابان واحدة من أفضل الدول، يعني في آخر المطاف في 2016 اضطروا يتعاقدون مع مدرب كوري. صاحبي الإنجاز عدا الولايات المتحدة، كل الدول يعني اللي صاحبة الإنجاز اللي هي عدا كوريا والولايات المتحدة مدربيهم كوريين، مثل الهند، مثل تايبيا، مثل الصين، مثل إيطاليا، مثل ألمانيا. يعني كل هاي الدول خلينا نقول أفضل 20 فريق بالعالم ربما فريق أو فريقين معهم مدرب كوري، كون أنه المدرسة الكورية أصبحت الوحيدة الآن في الساحة لما حققت من نتائج على مستوى الأولمبيات، على مستوى بطولات العالم، على مستوى البطولات الدولية. طيب استاذ محمد، كما قلنا يعني في بدايه الحوار بان يعني تغطيتنا وتواجد صدى الرياضه معكم سيكون على يعني محطتين، يعني محطه مع الرياضيين والمدربين، ومحطه ايضا من خلال طبعا الحوار المباشر معك. لنا وقفه اخرى مع الجهاز الفني للعبه لنتعرف ايضا من خلالهم على استعدادات لاعبين وإذا هنالك معاناة تواجههم يعني قبل الاستحقاقات المقبلة. نتابع وثم نكمل الحوار معك، خليك ويانا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقيم الاتحاد العراقي المركزي للقوس والسهم معسكرا تدريبيا استعدادا للبطولة العربية. القاعات المغلقة، الصالات من 18 متر. حاليا المنتخب مثل ما شفت انت معسكر هنا، بعد فترة راح ننتقل الى القاعة المغلقة بالتنسيق مع احد الاندية اللي يعني عندها قاعة مغلقة، وحدتين تدريبية، واحدة صباحية واحدة مسائية. ان شاء الله احنا نبذل كل جهودنا في سبيل حصد الميداليات الملونة. والله هي المعوقات هواية، يعني احنا اهم شيء عندنا المعدات، ومثل ما تشوف انت يعني معداتنا مو ذاك الكواليتي العالي. المعدات مالتنا يحتاج لها صرف، الصرف احنا ما عندنا كله يعني ذاتي، كله من اللاعبين، يعني حسب كل واحد امكانيته. فهاي كلها تعيقنا، حتى احنا نريد نوصل المستوى اعلى لازم شوي يراد لنا دعم من اللجنة الأولمبية، من وزارة الشباب والرياضة، حتى نحصد ميداليات من العراق. واحنا بالنسبه لاستعداداتنا احنا بدا استعدادنا تقريبا قبل شهر ونص بهذا الملعب لبطوله الشباط ان شاء الله. هسه الفئه البطوله اللي راح تحدث ان شاء الله البطوله النساء فقط، يعني هسه شهر شباط، وعندنا بطوله ثانيه اللي هي بشهر الثالث ان شاء الله، تقريبا يمكن منتصف الشهر الثالث راح رجال ونساء هم كذلك، هي الصالات الاندور ان شاء الله. واحنا مستعدين للبطوله، عندنا وحدات تدريبيه، وحده اثنين تدريبيه اللي اولى
من الساعة بالثمانية الصبح للساعة بالدعش، واستراحة تقريبا ساعة، والوحدة الثانية تبدي من الساعة بالثناعش للساعة بالثلاثة. والحمد لله يعني هسه تقريبا اللاعبات المستوى مالتهم يعني تعدى المرحلة اللي احنا ان شاء الله نفكر بها الحصد الأوسم ان شاء الله. أهلا بك أستاذ محمد، يعني أتمنى بأن ما نكون تعبناك اليوم. سؤالي الأخير، كيف تستعدون، كيف تحضرون لهذه السنة 2018 والمراحل المقبلة؟ إلى أي مدى يصل طموح اتحادكم قبل المشاركات المقبلة؟ أيضا يعني هل وضعتم معايير خاصة للمشاركات اللاحقة؟ حقيقة احنا من حوالي 4 أشهر بدينا اعداد المنتخب الوطني، من حيث المبدأ انعد فيما يخص فريق القوس المحدب، بدينا انعد للتصفيات الأولمبية. يعني السنة القادمة ان شاء الله تشهد حوالي 3 بطولات يعني فيها انه ممكن انه يتأهل اللاعبين خلالها. لهاي عام 2018 نعد أيضا لدورة الألعاب الآسيوية اللي هي في شهر آب إن شاء الله، لشهر الثاني إن شاء الله عدنا اختبارات لجميع اللاعبين، نشوف منه اللي ممكن أن يجيب نتيجة. حددنا اللاعبين اللي إلى حد دورة الثمانية، أي لاعب ممكن يوصل وفق الاختبارات وآراء المدربين يوصل دورة الثمانية راح نشارك به، لأن مثل ما قلت لحضراتكم أنه اتحادنا أخذ على عاتقه المشاركات النوعية اللي تضمن إما التتويج أو المراكز الثمانية الأولى اللي على الأقل على مستوى العالم أو الآسيوي. أيضا عندنا بطولة كأس العالم 4 مراحل، يعني مهيئين أمرنا أنه نشارك في فاطمة بال4 مراحل، واللي يعتمد عليها يتأهل أفضل 8 لاعبين وأفضل 8 لاعبات اللي هم راح يلعبون النهائي في المكسيك في شهر أيلول القادم إن شاء الله. في برنامجنا عدد كثير من البطولات، لكن إنه الأساس هو النجاح في الاختبارات أو تحقيق الأرقام التأهيلية حتى نشارك، لأن إنه حسمنا أمرنا إنه المشاركات نوعية لا نذهب مشاركين بل منافسين. مشاهدينا، يعني انتهى الوقت المخصص لهذا الحوار، بالتأكيد لدينا فقرات أخرى لصدى الرياضة. شكرا جزيلا للاعبين الأبطال في لعبة القوس والسهم على تواجدهم معنا في صدى الرياضة، وبالتأكيد للكباتن المدربين، والشكر موصول للأستاذ محمد علي فياض نائب رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم والمشرف على المنتخبات الوطنية وعضو القوانين والأنظمة في الاتحاد الآسيوي، يعني على انضمامه معنا في يعني من العاصمة الحبيبة بغداد. بالتأكيد للجميع لكم مني خالص الشكر والتقدير والاعتزاز. سنسعى ونسعى في صدى الرياضة للتواصل وتسليط الضوء على كل ما يخص هذه اللعبة التي بدأت تحتل مكانا متقدما على جميع الأصعدة العربية والآسيوية والدولية. في الوقت نفسه نتمنى أن نرى أكثر اهتماما، أكثر دعما من قبل المعنيين بهذه اللعبة وأبناء اللعبة، ونرى في القريب يعني تجهيزا مناسبا يعني وصالة مخصصة ومتطورة في القوس والسهم. يعني هذه الأمنيات بالتأكيد نتمناها، قلناها من سنين طويلة، يبدو أننا لا نزال يعني نرغب ونسعى ونطمح، لكن بالتأكيد فشي مو صعب جدا، يعني مو صعب تهيئة قاعة رياضية بإمكانات وطبعا بلوازم وأدوات متطورة. دعونا نتوقف قليلا مشاهدينا الكرام مع فاصل، نواصل بعده ما تبقى لنا من فقرات صدى الرياضة لهذا اليوم، خليكم ويانا. كيو لا بلعب بده ما اعرف كيو 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 تابع المنتخب الأولمبي مع برنامج صدى الرياضة، اللاعب علاء رعد.
تابعوا أخبار منتخب الأولمبي مع برنامج صدى الرياضية. اللاعب حسين علي. كيو. جمهورنا الرياضي الآن مع منتخبنا الأولمبي بكرة القدم الذي شارك ضمن منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات آسيا تحت 23 عاما الخاصة بالمنتخبات الأولمبية التي تضيفها الصين خلال هذه الفترة. مشاهدينا، شارك منتخبنا إلى جانب منتخبات ماليزيا والسعودية والأردن، تمكن منتخبنا في الدور الأول من تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات. بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة بالتأكيد ضمنها منتخبنا، وحجز موعد لملاقاة المنتخب الفيتنامي المثابر. نبقى مع منتخبنا الأولمبي بكرة القدم حيث خرج من منافسات ربع النهائي من المسابقة القارية لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، خرج وودع منتخبنا الأولمبي البطولة بعد خسارته أمام المنتخب الفيتنامي في هذا الدور بفارق ركلات الترجيح من منطقة الجزاء. النتيجة جاءت ب5-3. في هذا اللقاء انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف واحد لكلا المنتخبين في وقت المباراة الأصلي طبعا هذا، وبثلاثة أهداف لكلا الفريقين في الشوطين الإضافيين، وذلك في اللقاء الذي احتضنه ملعب مجمع جانك شو الرياضي. تقدم في هذا اللقاء منتخب فيتنام عبر اللاعب كونغ فونغ في الدقيقة 12 قبل أن يدرك منتخبنا التعادل في الدقيقة 29 من ضربة جزاء نفذها المهاجم أيمن حسين. في الوقت الإضافي الأول منح أيمن حسين الأسبقية للعراق في الدقيقة 94، لكن منتخب فيتنام عادل الكفة بفضل هدف اللاعب فان دوك فان في الدقيقة 108، وبعدها بدقائق قليلة منح دوك تشين التقدم بهدف ثالث لمنتخب فيتنام الذي كان في طريقه للتأهل، لكن علاء مهاوي كانت له كلمة أخرى بإحرازه هدف التعادل للعراق في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، ومن كرة وصلته من المهاجم أيمن حسين استغلها مهاوي بمهارة عالية. لعب سريع، كرة هنا أخرى هناك، فيتنام تبحث عن حسم الأمور، العراق على التعادل، على مهاوي شوت على حطها، جول 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 جول، عودة الأسود إلى أرضية الميدان. ليحتكم بعدها الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ للفريق الفيتنامي، حيث سجل من محاولاته 5 بنجاح، في حين أهدر بشار رسن الركلة الأولى لمنتخبنا لتفوز فيتنام بواقع 5-3. طبعا قبل أن ينفذ العراقيون المحاولة 5، سيواجه المنتخب الفيتنامي في نصف النهائي للبطولة نظيره القطري المتأهل أيضا على حساب فلسطين بعد أن فاز عليه 3-2. في المرمى ركلة الترجيح بوي تين دونغ، والكابتان أو اللاعب رقم 4 يشوت جول. مشاهدينا، عقب المباراة وتحديدا في المؤتمر الصحفي قدم مدرب المنتخب الأولمبي عبد الغني شهد اعتذاره للجماهير العراقية بعد خسارة المنتخب من فيتنام وخروجه من ربع نهائي بطولة آسيا، فيما أكد أنه يتحمل مسؤولية النتيجة. من جهته أفاد مصدر مطلع بأن لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة العراقي أوصت بعدم التجديد للمدرب عبد الغني شهد، وذلك على خلفية الخسارة أمام المنتخب الفيتنامي والخروج من الدور ربع النهائي لكأس
آسيا. يعني بغض النظر عن مستوى لاعبينا في هذا اللقاء يعني ومستوى الأداء الذي قدم والإمكانات المهارية والذهنية للاعبينا إن كانت حاضرة في أوقات أو كانت غائبة في أوقات يعني أخرى، لكن شاهدنا بصراحة بالمقابل منتخبا فيتناميا خطيرا بفرض أسلوبه المفضل أسلوبا محددا بدون تعقيد في اللعب، وهو الدفاع الصارم مع تفعيل الهجمات المرتدة بأقل عدد من النقلات، إذ يعتمد على فلسفة تطبيق يعني دفاع المنطقة. فعلا يعني شاهدنا ولاحظنا هنالك تخطيطا واستراتيجية وبناء مدروس وضع من قبل المعنيين وبالتأكيد المدير الفني ورئيس لجنة التطوير في الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم. شاهدنا منتخبا يعني يجيد النزعة الدفاعية بشكل مثالي، وحتى يعني لديه أسلوب يعقد مفاتيح اللعب على المنتخبات الأخرى. هذا يأتي بسبب انضباطه الخططي والدقة في تطبيق يعني واجبات الضغط والمراقبة، ومن ثم القطع في جميع أرجاء الملعب. وقد يؤدي يعني هذه الأدوار جميع اللاعبين وفي أي منطقة من مناطق اللعب وبشكل منسق، بالتأكيد لتضييق مسارات اللعب مع تراجع 10 لاعبين إلى الوراء لاسترداد الكرة سريعا والانتقال والتحول إلى الأمام. نرجع بالقول بغض النظر عن مستوى حضور لاعبين في هذا اللقاء ومستوى الأداء الذي قدم، لكن يعني هاي شهادة نقول فيها لاحظنا هنالك تخطيطا، هنالك نهجا مدروسا وفعالا وضع من قبل المعنيين في الاتحاد الفيتنامي لتطوير الكرة ومستوى لاعبيهم. طبعا يعني تطور بين الأمس واليوم تطور لا بأس به، على أقل تقدير وجدنا هنالك لمسات تقدمية، لمسات تطور في 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 هذه اللعبة. يحسب للكرة الفيتنامية والاتحاد والمعنيين والجهاز الفني. إلى اتحاد الكرة الموقر، يعني مريد ندخل في خسارة، مريد ندخل في أجواء البطولة، مريد ندخل في هذه المعمعة الكثيرة، لكن نقول يجب التركيز على التدرج الصحيح مع المنتخبات الشبابية والأولمبية، فضلا عن محاربة حالات التزوير. يجب الاهتمام بدور الفئات العمرية، يجب الاهتمام بدور الفئات العمرية، كون دور الفئات العمرية هو النواة الأساسية لكرتنا، مستقبل كرتنا، مستقبل ظهور مواهب طاقات. الاهتمام بالفئات العمرية هذا الدوري يعني في أي وسيلة في أي طريقة، يجب أن نجد استمرارية لهذا الدوري، بالاستمرارية بفرق قليلة، لكن بالتأكيد سيعكس لنا نتائج إيجابية في المستقبل القريب والبعيد. بالتأكيد هذا ما يسمح به الوقت مشاهدينا الكرام. اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات أسرة صدى الرياضة. أنا دائما وأبدا أتمنى لكم التألق، النجاح، الإبداع. هذه تحياتي بلال بداع، مع السلامة.